اسبوعي الحمد لله. ها امس كيف مستواك؟ هاي المستوى كويس، لاعب له كم يوم موقف ورجع اول مباراه، يعني اكيد يكون فاضي. سم 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 سلم سلم. وكيف مدربكم الجديد هذا؟ والله ممتاز الصدق، ممتاز، واضح ان عنده افكار احسن من اللي قبله خسرنا الدوري، بس كده. اللي قبله بس جرينتا، بس جرينتا حماس الاتحاد. يا سلام سلام، مستوى كويس بس يا سلام. يا سلام دورين بسم الله. توقعاتك من ياخذ الدوري السنه هذه؟ والله الهلال يخوف الصدق. النصر الهلال فالخن قلبك. إيه بس اما النصر حاصل اليد منه. اللي معاك دجاج؟ شوف معاي دجاج طبقتين. يا سلام، او عشاق التشيكن طبعا. هارديز يعني ايش تقول عنه؟ بعمري انا، عمري 30 سنه، هارديز ما شاء الله بعمري. كاتشب يا ابوي، سمي بالله، اللحم ولا التشيكن؟ هالبرجر اللي يجيك دورين، ترى الان فرصه ما تنتفوت ب 15 ريال من هارديز. الحين النصر علامه وش بو؟ لكم 20 سنه تحاولون ولا تروحون ديره. مشكلتكم من يوم بدا الموسم، الموسمين لاعب يربط الوسط بالهجوم، تروح تجيب محاور ليش؟ تشتكي حمد الله ليش؟ اشغلتها الانديه بالشكاوي ليش؟ النصر ضاغطك صح؟ لا والله مو ضاغطني، لو تركزون على الفريق يمديكم حققتوا بطولات، فلوس. فريقنا الحين مرتب ومكتمل العناصر، وابشرك الامور زينه. نقاطك اربع نقاط. بسم الله. والله الخبزة عندكم يا هارديز تدرس ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله. كيف الدجاج معك؟ والله مسكت الصدق صراحة، لا اللحم ولا الدجاج، والله كلها خرافية. بس أنت ليش نزمت من التعاون؟ يا أخوي خلاص فكنا منك. بالله ليش أشغلت؟ روعة روعة. بسم الله. شوفوا شوفوا شوفوا. واليوم تتوقع تفوزون؟ خلاص بعد هالبرجر الطيب يا هارديز، خلونا نروح للبطاطس. طبعا البطاطس عند هارديز معروف جدا. حرام بالله ما عاد انسم يا من بطاطس ولا من برجر. غازي ليش ما عزمتني يا غازي؟ اعزمك يا بوش. ليش تجي؟ خليني اروح اشتري كافي بعدين تجيب برجر. ليش ما عزمتني اكل بيسراي مع الرجيل؟ تعلم امي تعال اجلس. طيب تعال اجلس وانت فاهم.